ومن جماهير النادي الاهلي للمدير الفني الصح. المدير الفني اللي قادر في وقت ما تنفلت فيه اعصابه لسيناريو المباراه يكون هو اول حائط صد عن الكابتن محمد الشناوي. مهم جدا السلاح اللي انت بتلعب بيه تكون انت كمدير فني بتحافظ عليه. في مدارس لبعض المديرين الفنيين بييجوا يقولوا الحارس ده لا يصلح ولو اتشاط عليه اي حاجه هتدخل جول، دي مدرسه مدير فني. لكن مدرسه موسيماني بتقدر جدا الحارس اللي على قدر الكابتن محمد الشناوي. نشوف رد بيتسو موسيماني على احد الاسئله اللي توجهت له في المؤتمر الصحفي بخصوص محمد الشناوي. Regarding Shinawi, I have a question. Shinawi is the captain of the team, is a very big goalkeeper, but maybe. He could not have the bench a strong goalkeeper to make pressure on him. Because of that, he had confidence, overconfidence, so he's not focused on like that. Because I, as usual, many goalkeepers, Krami, Sabitzer, Batal, Schubert, many goalkeepers, maybe because I don't have, that doesn't have in the bench. A big goalkeeper don't make a pressure on the on Shinawi. What's the question? Maybe we don't. What is your question? I'll hear you. What's your question? Maybe because he's not strong as Shinawi because of that. Yeah, Shinawi has other confidence. Is it a question or just a statement? If you ask me, I will answer you. لو ده سؤال هيجاوب عليه. No, don't shake your head. لا مش موضوع شخصي. مش موضوع شخصي. This is a question. I'll answer you. Do you need أهلي? Do you need a new goalkeeper stronger than I am? Oh, do I need a new goalkeeper? أنت قصدك تجيب goalkeeper؟ جول جديد؟ No, I don't need. I've got number one goalkeeper in Egypt. Coach, he played without any pressure on him. Shinawi. Maybe because the substitute. Only this match. الماتش ما كانش فيه ضغط، بس الماتش ده هيجي. Last week was there pressure for him or not? الأسبوع اللي فات ما كان فيه ضغوط عليه وكان بيلعب. Okay. That's my question. مش موضوع شخصي يا فندم والله خالص. So tonight we blame Shinawi? No, I stay with my goalkeeper. هل هو يفكر ان هو يجيب حارس؟ We think another one as a substitute. Ah, because we made a mistake. عشان عمل خطأ يعني كان المفروض يجيب. He's not the first one. Which goalkeeper doesn't make mistakes? Mean Harris Mora for the Mesh Auto. Because when you're leading a play good and okay, I respect your opinion. I stay loyal to Shinawi because he saved us so many times. بغض النظر عن السؤال اللي اتوجه لبيتسو موسيماني، وبغض النظر عن فكرة إن السؤال في وقت ما فيهوش انتقالات، ولكن ده كان بيتسو موسيماني الرد في الدفاع عن حارس مرمى. الشناوي مش حارس مرمى النادي الاهلي الاول فحسب، بل حارس مرمى مصر كلها. وتعالوا كلموني بعد ما نحقق الفوز وشوفوا هتسالوني عن الشناوي ولا لا. اعتقد مفيش افضل من كده حائط صد في وقت اللي هو بعد المباراه مباشره. استعرضنا الجماهير والفيديو اللي استعرضناه بصوت الجماهير وهي بتدعم الشناوي، المدير الفني بيدعم الشناوي بعد المؤتمر مباشره، كمان جماهير النادي الاهلي على السوشيال ميديا تصدرت تويتر في دعم الشناوي. فبلاش تخلقوا اكذوبه وتصدقوها وتكملوا عليها كالعاده. وصوره الشناوي اللي هنعرضها دي مهمه جدا، لاعب حاسس بالمسؤوليه، وانا دايما بخاطب الجمهور بموضوعيه، انا ما عنديش مشكله ان اي حد يشوف كان في خطا، ولكن لا يمكن ابدا ان احنا نقارن مشهد لاعب قائد للفريق داخل اوضه اللبس كل واحد عارف الشناوي بيعمل ايه ونقارنه بموقف اصل اتقال قبل كده اللاعب معلش العب ما يهمكش فما نكررش ده، لا انا اسف. لا الشناوي هو اللاعب ده ولا نفس العقلية ولا نفس السيكولوجية. الشناوي تاني نهائي في أفريقيا هو أحد الأسباب المهمة للوصول ليه، برونزية عالم للأندية، دوري وكاس الموسم الماضي. الشناوي لاعب مؤثر وفاعل وقائد. أخطأ تمام، ولكن اوعى تدي فرصة لبعض الأشخاص زي ما قلنا يجي زايد عليك أنت كمشجع للنادي الأهلي ويقول لك إزاي بتعمل كده.